علامات حمل الأغنام بالدوام. إن شاء الله ده اللي هنعرفه في هذا الفيديو. قبل بداية هذا الفيديو ما تنساش أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش أن تشترك في هذه القناة وأن تضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس. زي ما شايفين في منظر المعزة، وإزاي إن هدا هنعرفها إن هي حامل بالتوأم ولا لأ، ده اللي هنعرفه إن شاء الله في هذا الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو وما نطولش عليكم. أول حاجة بنمسك المعزة اللي عايزين نعرفها، افترضنا إن هي المعزة دي مثلا، تمام. أول حاجة بنمسكها، بعد كده أول العلامة بتاعتها إن هو بيكون بطنها كبير، تمام، بيكون بطنها كبير، تمام. تاني حاجة بيكون الدرة بتاعتها صغيرة، الدرة بتاعتها كبيرة. مكان الجس بتحط ايدك هنا وبترفع بتحس بالعيل، الناحية دي بتحط ايدك هنا وبتحس بالعيل، تمام، ويبقى بطنها كبير زي ما عرفت. وبس كده حبيت اوصل لكم هذه المعلومات المهمة والبسيطة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.